تستمر فعالية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 في ثاني أيام المعرض لاستقبال الجمهور. وللمزيد مشاهدينا بينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. يعني أهلا بك كريم في البداية، ولو يعني أنت أقرب إلى الصورة، لو تضعنا في صورة ثاني يوم لاستقبال الجمهور بمعرض القاهرة الدولية. نعم، مرحبا بك آية ومرحبا بجميع المشاهدين. بالفعل يعني ربما اليوم الثاني إقبال كثيف وكبير جدا من الجماهير والمواطنين على معرض الكتاب في نسخته 53. ربما أيضا شهدنا في جميع الأجنحة، سواء الخاصة بالناشرين المصريين أو حتى الناشرين العرب أو الناشرين الأجانب، إقبال كبير جدا في حقيقة الأمر، حتى أنه لم يكن متوقع. ولكن هذا الإقبال ليس فقط على أرض الواقع هنا في المعرض، ولكن أيضا حسب وزارة الثقافة هناك إقبال كبير جدا على المنصة الرقمية والإلكترونية، حيث وصل عدد الزائرين في المنصة الرقمية إلى 44 مليون زائر بالفعل. وكان هناك يعني أيضا حجز للتذاكر عبر المنصة الرقمية، وصل عددها إلى 40 ألف تذكرة عبر المنصة الإلكترونية. أيضا حضور على أرض الواقع حضر في اليوم الأول ما يقرب أو أكثر من 91 ألفا من الجماهير، حضروا هنا ليزوروا معرض الكتاب في نسخته 53. إذا رصدنا أيضا المختلف في هذه النسخة، ربما هو العرض الخاص بوسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدام الهولوجرام في مثلا جناح الرقابة الإدارية للإله ماعت من الحضارة المصرية القديمة، الذي يعرض يعني قصة حياة كفاح الفساد في الحضارة المصرية القديمة منذ المصري القديم وحتى اليوم عن طريق خاصية الهولوجرام. أيضا هناك قسم خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هناك نموذج مصغر لمدينة الفنون والثقافة التي تم إنشاؤها بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعني قاربت على الانتهاء بالفعل. عرض للصور هناك، صور من أرض الواقع، وأيضا عرض لما سيتم افتتاحه بعد ذلك، الأوبرا الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أيضا شيء خاص جدا سيتم افتتاحه في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أوبرات الخاص بكفاح طيبة، وهو منقول عن الكاتب الراحل الكبير الأديب نجيب محفوظ، ومجسم خاص شبيه جدا وطبق الأصل للأديب نجيب محفوظ، التقطوا معه الجماهير الصور التذكارية بالفعل. لذلك العديد أيضا من الأجنحة الخاصة بالجهات الرسمية من الوزارات، من وزارة الشباب والرياضة، وزارة جناح الخاص بوزارة الثقافة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وأيضا بالطبع ضيف الشرف في هذا المعرض وهي بالطبع اليونان، وقسم خاص بالكتب اليونانية وترجمتها للعربية والإنجليزية لمحبي هذه الثقافة اليونانية. بشكل عام إقبال كثيف وكبير مع تنبيهات دائمة بمكبرات الصوت هنا في معرض الكتاب في أرض المعارض، بتنبيهات بارتداء الكمامات ومحافظة على قدر الإمكان للتباعد الاجتماعي، الحفاظ بالطبع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. شكرا لك كريم بيبرز على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من أرض المعارض، شكرا جزيلا لك.